أن لا يهمنا الموضوع فقط لأنه مجتاح الأرض. من المؤكد أن الأرض إلى الآن هو مثل ما يقال واضع نواميس، يعني الفيزور دو نور أو القادرة. ومن الضروري أن نعرف ما يعتمد في القادرة، ولكن من الضروري كذلك أن نطرح السؤال وماذا عنا نحن؟ لأنه في نهاية المطاف العالم العربي لم يعيش في قوقعة أو لم يتأثر بالاتجاهات التي اعتبرت العالم من الفاشية في العشرينات التي أثرت، وهذا واقع في تنظيمات الإخوة المسلمين على الأقل من حيث كيفية التنظيم، الاتجاهات الشيوعية أو الأحزاب الشيوعية إلى الليبرالية. فلا يمكن مبدئيا لا تؤثر الاتجاهات الشعبوية في العالم العربي، الحال أنه أنا ربما قد أتحدث عن ذلك بنوع من يعني التفصيل في فيما بعد. الحال أنه العالم العربي يعيش ما تسميه باحثة في العلوم السياسية شانتال موف، والتي كانت قرينة لاكلو لو مومون بوبوليست أو اللحظة الشعبية. يعيش العالم العربي بمختلف يعني درجاته، وقد أشار إلى ذلك سي عثمان، لحظة شعبية أو علة شعبية. العلة الشعبية عند لاكلو هي تمايز المجتمع بين شطرين أو بين فئتين، نحن وهو، حينما يصبح المجتمع موزع بين الذين يملكون كل شيء، المال والسلطة والإعلام والحاضر والمستقبل والماضي إلى آخره، والآخرون الذين ليسوا في أي شيء من ذلك، لا يملكون وسائل العيش، لا يملكون السلطة، ليس لهم يعني أو مذادون أو مبعدون عن 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 الثروات، وليس لهم حاضر وليس لهم مستقبل. وبتعبير آخر يسود نوع من القلق والحرمان والخوف، هذا هو ما يسمى بالعلة الشعبوية، لا غيزون بوبوليست، وما يسمى نحن وهم. وهو الأمر الذي ربما لاحظنا في كثير من الحركات الاجتماعية التي توزعت واعتبرت العالم العربي، خروج الجماهير نحن هم العصابة أو كذا إلى آخره، وبالمنادات كذلك برحيل الحاكمين كلهم، يعني كلهم يتنحوا كاع الى اخره. فاذا العالم العربي حقيقه وفق يعني مناظر الشعبويه يعيش عدة شكل، يعني تمايز المجتمع بين فئتين نحن وهم. ويعيش كذلك ما تسميه شانتال موف اللحظه الشعبويه، لو مومون بوبوليست، وهي انهيار منظومة هيمنية. يعني تستعمل مصطلح يعني غرامشي، النهض هيجيمونيك سائد من خلال خيارات ومرجعيات، ينهار هذه المنظومة الهيمنية. لا يعني، وهذا الانهيار بمعنى أنه حينما لا تصبح أو لا تستطيع المنظومة الحاكمة أن تستوعب وتستقطب النخاء أو تؤثر، هناك أزمة لهذه المنظومة، وهذا يشكل ما تسميه شانتال باللحظة الشعبية. العالم العربي في لحظة شعبية، المنظومة الهيمنية مثل ما ظهر جليا في الربيع العربي انهارت. ولذلك يعني يمكن القول بأنه قد يكون البديل هو الشعبوية. لابد هنا أن أذكر الأقل لمنظور شانتال موف، الشعبوية ليست شيئا سلبيا، الشعبوية هي أن تعود الأمور إلى الشعب. طبعا هي تتحدث عن الشعبوية اليسارية، ولكن على كل حال الذي يهمنا فيما يخص العالم العربي هو أنه يعيش
أولا علة شعبوية تمايز المجتمع بين نحن وهو، ثم زمن شعبوي والذي يتمثل في انهيار منظومة علمانية، وهذا كله يفضي إلى ما يسميه عالم أمريكي بالشعبوية الأولى البروتوبوبوليزم، لم تستوي ولكن يمكن أن تتطور لكي تصبح شعبوية مكتملة الأركان والأوصاف. الحالة الوحيدة التي لدينا والتي يمكن أن ننعتها علميا بأنها شعبوية هي حالة تونس، أو على الأصح حالة شعبوية قيس سعيد. هذه حالة شعبوية معلنة مكتملة.